أكثر من 5 سنوات أحاول أقدم محتوى على اليوتيوب وأحقق حلمي بأني أكون مذيعة وما صارت. دايما أختي تقول لي ظهورش بالسوشيال ميديا مع وعد راح يغير المقاييس، وعد عنده كاريزما خاصة وأنتوا مع بعض داينامو وراح تنجحون. بس وعد ما كان قابل أنه يطلع بالسوشيال ميديا يقول أنت عندك حلم حققي، أنا شنو راح أقدم؟ نصحتني صديقتي بالتيك توك فترة 2 سنين قدمي هناك محتوى وأقلها لا. اليوتيوب بعد ما اقتنعت نزلت فيديو وبالصدفة صوت وعد طلع، اقنعت وعد انه يطلع، واخيرا هنا انقلبت كل الموازي. اكتشفت بوعد ممثل بارع، الناس حبته، حبت طيبة قلبه وعفويته. خلال 3 شهور صرنا 100,000 واستمرينا نقدم بالمحتوى مع بعض، نعرض المشاكل العائلية بطريقة كوميدية، دخلنا شخصيات كثيرة، شخصية ام فضل الحشرية النكدية اللي تحط خشمها بكل شيء، شخصية ابو فضل اللي خابصها ويعرف كل شيء وأي شيء تسوونه ما يعجبه، شخصية العمة المسيطرة اللي تحب الخير لبناتها وما تحب الخير لجناتها، شخصية عنترة وعبلة المضحكة، شخصية القنقينة، شخصية الرجل البخيل النكدي مع بيته وأهله. وعد صار يقدم نصايح كثيرة بالعناية بالبيت، والناس كلش استفادت من الفيديوهات وصارت توقفها بالشارع وتشكرها على هذه الفيديوهات. صار يقدم نصايح على المشتريات بكاسكو، وصار كاسكو مرتبط بوعد، وعد يعني كاسكو، والناس صارت تقول كل ما تروح الكاسكو تتذكرنا. صرنا نقدم لكم يومياتنا وحياتنا بطريقة ترسم الضحكة على وجوهكم. استمرينا مع بعض وننزل فيديوهات مع بعض، كلمونا قناة الجالية العربية وسووا معانا لقاء، تواصلوا معانا قناة أبو ظبي وطلعت أم فضل وصارت مشهورة براسنا. شهر 11 بيوم ميلادي افتتحنا شركتنا، شركة برومي روز، اسمها اللي يجمع اسمي واسم وعد بالإنجليزي، برومس وعد وروز زهرة. وأكيد نشكر متابعتنا دكتورة رشا، هي اللي أعطتنا الاسم باللايف. من كنا نسأل نريد اسم مشترك تنسمي بيه قنواتنا على السوشيال ميديا، ولله الحمد حققنا نجاح جدا كبير بعد ما نزلنا أول منتج. من أول يوم حققنا مبيعات كبيرة وقدرنا نشحن لكل العالم، وتجارب الناس هي النجاح بحد ذاته. نجح المنتج لأن حطيت فيه جهد وتعب ووقت حتى يطلع منتج يفيد الناس، وهسه حاليا قاعد نحضر لمنتجات جديدة. تهكر حسابنا بالإنستغرام ورجعنا بديناه من الصفر. على نهاية سنة 2021 صار بينا كورونا، تعبنا تمرضنا ودخلنا بحالة اكتئاب قوية جدا، والحمد لله بفضل دعائكم إلنا رجعنا نرسم البهجة والضحكة على وجوهكم. شكرا على 400,000 محب إلنا، شكرا لكل كلمة طيبة إلنا، شكرا على حبكم. صحيح انتقلنا من الإمارات وتركنا أهلنا قبل 3 سنوات، صرتوا أنتوا عيلتنا.